شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده بقى جاية اكلمك عن تجربة بقالها 8 سنين انا بستعمل اكراتين الربع واكراتين النص. خليتوني اجيب الربع عشان لازم اقول لكم عليه. هو ده شكله، تمام؟ اكراتين الربع 25، اكراتين النص 50. عندك ده وعندك ده والاثنين نفس الفعالية، مفيش اي فرق. لو انت جديدة بس هتستعملي 25، وانت مش جديدة هتستعملي النص عادي، مفيش مشاكل لو متعودة وبشرتك متعودة عليه. قبل ما اقول لكم هو بيعمل ايه بالظبط، وبالذات هو بينحت الانف نحتة مش طبيعية ويجنن، ما اقولكوش بيصغرها جدا جدا. ولو انت اول مرة تشوفيني اعملي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصل لك اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبيه تحت في الكومنت، انستجرام، فيسبوك، كمان سناب شات، اللينكات موجودة تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا اقول لكم حكاياتي معاه وقد ايه هو مفيد جدا جدا للبشره، قد ايه الاكراتين ده فوائد عظيمه. لو انت بقى معكيش فلوس ومبتدئه في السكين كير وعايزه بشرتك منوره وعايزه بشرتك مشدوده وما فيهاش مسام وكمان مترطبه كويس قوي واثار الحبوب والحبوب تختفي، ولو حتى بشرتك انت مش عارفه هي حساسه ولا مش حساسه، هو الاكراتين وكمان ينفع للبشره الحساسه. واحلى حاجه هقول لك عليها حصل معايا ايه بالظبط بالنسبه للانف عندي، لاننا كلنا عندنا دهون في المنطقه دي ومنطقه دي، فبتحسي مناخيرك كبيره وهي مناخيرك مش كبيره. ولو عملتي سكين كير صح او مهما عملتي ريتينول، حطيتي الناسرومايد، حطيتي سلاسلك اسيد، الحبوب اوكي بتختفي وكل حاجه، بس الدهون بتبقى لغايه تالت طبقه جوه. الوحيد اللي يقدر يقضي عليها هو الاكراتين. كل ما اجي استعمله بحس ان مناخيري اصغر، مناخيري اصغر. كلنا بنشوف مناخيرنا كبيره، انا مش عارفه ليه حسيت مناخيري صغرت وشكلها ايه. لا يعني عارفين المنحوته هي منحوته بالظبط، الجناب عندي قلت، الناس اللي حاسين مناخيرهم عريضه انهم صغرت، يعني انا حاسه ان مناخيري صغرت. لو شفتوا في الفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده تحس ان مناخيري عريضه، بس مع الاستعمال على طول على طول مناخيري العرض ده حتى لما اضحك مش بتبقى مفرشحه زي الاول، بتبقى صغيره زي ما هي. فدي اكتر حاجه انا حبيتها جدا في اكراتين. وطبعا تبتدي اول حاجه بالربع وبعد كده تستعملي النص عشان بشرتك تاخد عليه واحده واحده. طبعا هو بيحفز خلايا بشرتك، لان طبعا بتتعرضي للشمس، ممكن يوم تحطي سان بلوك وما تحطيش سان بلوك، عندك حبوب في بشرتك، عندك تستعملي سكين كير غلط، او ما بتستعمليش اصلا سكين كير، ولما جربتي تستعملي وشك طلع لحبوب، بطلتي كل ده، بقيتي ومش عايزه تستعملي اي منتجات من السكين كير لبشرتك، استعملي بس اكراتين. بشرتك قد ايه المسام دي هتختفي، وشك ده هيكون مشدود، بشرتك لون واحد، عندك بقع، عندك نمش، عندك حبوب، كل ده بيروح. احلى حاجه فيه انه بيجدد خلايا البشره باستمرار. انا بقى بستعمله ازاي عشان اخد النتيجه الصح منه، وقد ايه بلاقي بشرتي حلوه جدا. انا بجد 8 سنين انا ما بطلتوش يوم خالص. اول مره تستعملي 3 مرات، بعد كده تزودي الجرعه، والجرعه تكون خفيفه جدا جدا جدا، وتحطيها على الاماكن اللي فيها مشكله الاول، يعني بلاش تحت عينك، بلاش حوالين الانف، لان المنطقه دي بتبقى حساسه جدا. كل الناس بتقول لك ما تحطيش هنا، الجلد هنا بيبقى حساس من كتر النفس والهواء، المنطقه دي بتبقى حساسه، فما ينفعش تحطي فيها دايركت كده لو انت اول مره. بعد ما جلدك يتعود الدنيا تمام، ابقى حطي في كل حته على وشك. انا بحط على رقبتي، بحطها كمان على وش ايدي، طبعا هو من مشتقات فيتامين الف، طبعا انا بحطه على ايدي، بيفرد الجلد جدا اكنك حاطه ريتينول على ايدك. قد ايه بيشد البشره، قد ايه بيفتح البشره، بحس ان هو بيفتح بشرتي جدا جدا جدا. انا برجع كده اغسل وشي، طبعا انا بحطه في نص اليوم وما يتعرضيش للشمس دي خالص، بس انا ببقى جوه البيت يعني على الساعه 3 4 كده اغسل وشي، واحطه لمده ساعه على بشرتي، ساعه ونص بالكتير، اغسل وشي تاني، وبعد كده احط منتجات السكين كير بتاعتي او الروتين اللي ماشي عليه. الحركه دي مهمه جدا، لانك مش هتخلي بشرتك تتحسس من اي حاجه، بشرتك هتبقى سريعه الاستشفاء جدا جدا جدا. الناس اللي بتحط ميك اب وهم بيستعملوا اكراتين يا ريت يبطلوا الميك اب، لان هيطلع زي قشور لانه بيقشر البشره. هنستعمل كميه صغيره جدا جدا، حلوه قوي، استخدموه وواظبوا عليه لو انت ما عندكيش روتين ثابت لبشرتك. اهم حاجه كريم الشمس، طالما بتستعملي اكراتين لازم الصبح كريم شمس، لان هو بيعمل تقشير البشره، فانت الخلايا الجديده اللي بتطلع وبيحفز الخلايا الجديده انت بتدمريها من الشمس. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ما تنسيش تعملي لايك الفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.